توقعات الأبراج من السبت 27 حزيران حتى 4 تموز مع عالمة الفلك جمانة بيسي، وأهلا وسهلا أهلين. جمانة على مشارف أول تموز. أنا شارف أول تموز، بس ما يتفاجئوا هاليومين ثلاثة إذا كانوا شوي صعبين يمرقوا على الناس. عادي صح، تعودنا. تعودنا إيه، عادي، تعودنا على تعودنا الصعب على كثير. صعيد لبنان وعلى صعيد العالمي، لأنه هيدي الفترة شوي إنه عصيبة، بس برجع بقول لك هيدي اللي عم بيصير حل لأشياء جاية بالمستقبل، حلول فينا نقول إن شاء الله. مولود الحمل هيدي الفترة عم بيحاول يكتر من خطواته، وحاول عم بيحاول كمان يعمل شيء جديد لإله، منه غلط أبدا، لأنه هو متفائل بحياته العملية، متفائل مع نفسه، متفائل يعني متأقلم بالأجواء كلها. فهذا الشيء بيشجع إنك تعمل اي شيء تخطط له ممكن تنفذه بعدين ان شاء الله، عم تسلي نفسك بنفس الوقت لانه انت الروتين ما بتحبه ابدا. بالنسبه لمولود الثور اللي هو سوريا اللي هلا على شمال جنوب الفلك، وخاصه لكل اللي بالامارات وهيك، عندهم تجدد اشياء جديده، حتكون عنده مفاجات ماليه، البعض منهم ينقل من مكان لمكان بكل العالم، بس اكثر شيء بالدول الامارات او دوله الامارات، لانه هذا النشم حيكون سوريا فوق الامارات هالفتره، حيساعد كثير مواليد الثور بالانتقال من مكان لمكان، تغيرات بحياتهم، تغيرات بشكلهم، بهندامهم، ثقه زايده حتكون ان شاء الله خلال هالاسبوع، مما بيدفعك انك تعمل اي شيء حلو بيناسبك، اي شيء حلو بعملك. فبس انتبهوا دائما من اي غلطه، من اي عجله، العجله ممنوعه عندهم هالاسبوع، ومن اي خطا، لانه خطا صغير اذا غير مدروس، عمل غير مدروس او ورقه غير مدروسه ممكن توديهم للهاويه. اعطيه ابراج ارقام حظ ارقام الثور الحظ اللي اكيد تمام على بنعطيهم، قائمتك. رقم 2 لمولود الثور، لانه سوريا هلا عم يسيطر على العالم الفلكي كله. فمولود الثور هلا بالطليعه بفتكر هذا الاسبوع لإله، 13 كتير منيح لإله لأنه جمعهم 4، هو هالمزوج كتير منيح هالأسبوع لأنه هو كمان بالتاني بالمزوج، يعني الأرقام الازدواجية كتير مهمة، وخاصة جمع 22 مع بعضهم عم بيعطوا يرجعوا 4، يعني 3 و1 4، 2 و2 4، كمان كتير منيح 22، فينا نحن نعطيك 31 عم بيعطي كمان 4. شوف انا عم بركز على رقم 4، ممكن يصيب فيه مولود هذا وياخذ رقم 4 مولود الثور. فينا ناخذ 44، يعني ذكرتنا بام 44، ما بعرف اذا بتفيدوا لمولود الثور، جمعهم 8 8، يعني في نصرة ان شاء الله، في اتمام امر عنده. رقم اذا كان هو برا فينا نعطيه رقم 51، جمعهم 6 ان شاء الله. في كمان 36، يعني هذا الوحيد اللي بيكون افرادي، ما راح اذا جمعهم حيعطي 9 صح، 6 و3 صح. بيطلع 9، بس رقم 9 كثير منيح لكل الابراج من 1 ل 12 برج، يستعملوا دائما رقم 9 و19 على طول، ورقم 7 و8 بكل شيء اللي بيلعبوا فيه العاب حظ، حتى بهذا البوكر ما بعرف بيعتبروا يكبوا هذا الرقم ويركزوا على الرقم اللي هن بس يقولوا مثلا هذا، يختاروا هذه الارقام. ممكن هلا كورونا عملت علاج نفسي للكل، لا بقى في بوكر ولا غير هلا بوكر، في كله قاعد ما بالبيت تخاف، وكله سكر. كله بدبر حاله. انا هذا اكثر شيء مبسوطه فيه، يعني في كثير اشياء ما كانت تقدر ما هي تتعالج، الله جاب شيء وجبر سكر الكل بالعلاج. ايه صار علاج لنفسيه الناس. عن ليش عم بقول جد لك هذا الشيء فيه ايجابيات يمكن اكثر ما هو يعني فيه ياما سلبيات؟ في سيدات سمعنا اختلفت هي وازواجها من وراء قصة لعب القمار أو الميسر أو إلى آخره، وكرمال أقعد بالبيت أقعد بالبيت، ما يقعد بالبيت هلا كله قاعد بالبيت، طب وهلا لما بيقعد بالبيت ما في تليفون، ما بيبعتوا لي على التليفون، وقفوها كمان ولا كله واقف، كمان ما عارف في مصاري يا جماعة، ما في بنوك تدفع، كله على الدولار كله كمان. واقف. طيب عارف يعني كله إذا بطاقة التشيش حتى نشتري فيها لبرا محددة يعني. خلص ما بقى، بتعرف هلا صار في شيء كله حلو لينا، كل شيء ممنوع مرغوب طول الوقت، يعني هذا الشيء كمان عطى حركة للناس، نفسية تانية، بيرقدوا قبل ما يجي يخلص الوقت، بدهم يعجلوا يجيبوا اولادهم قبل ما هيدا، يجيبوا اغراض لاولادهم، عطاهم حياة جديدة.
انا حسيت شعور حلو انه لازم تخلصي قبل الوقت ما يتسكر كل شيء. صح حلو، انا ما هو بعرف، لقيته كل شيء ممنوع مرغوب صار، بترمي بلا هيدا وسلينا شوي، بس ما شوية بعرف نظام عطى. الجوزاء ايوه عطى نظام. الجوزاء الجوزة في مستعد، ما بعرف اذا انت مستعد للسفر هالاسبوع، ما بعرف ليش عم تأجل سفراتك، يمكن الاوضاع مش عم تسمح له، او الوضع النفسي، يمكن مولود الجوزاء هالاسبوع مش سامح له، ممكن يأجل السفر عنده. البعض منهم لا، يا ريت انا السفر عندي بعد المواليد الجوزاء، لا انا اسافر بعد مواليد الجوزاء، عندهم سفر حيأجله. بعد الاخر حيكون عنده عمل، يعني عم بده يحاول ينفذه بالماضي، بس هلا كأنه عم بيحاول ينفذه بطريقة غير اللي كان هو مخطط لها، عم بيحاول ينفذه بطريقة تانية ممكن تنجح معه هذه المحاولة، عليه انه يحاول. مولود السرطان مش كل شيء بتسمعه مزبوط، ومش كل شيء بيلمع هو ذهب، فينتبه لهذا، خاصة للأشخاص اللي حواليه اللي عم بيحاولوا يغرقوه بشيء مش مناسب له. بالنسبة لمولود الأسد كمان بقول له حذار من النصابين، هالأسبوع عنده حواليه عدة نصابين ممكن يأدوا، يعني يودوه لخسارة أو خسائر، ممكن يكونوا نصابين بالكلام، ممكن يكونوا نصابين بالمصاري. هلا في بعض الناس بيضلوا ينصب عليهم، ايه طبعا مع أن مولود الأسد هو ذكي جدا، بس ما بعرف شو بدهم ذكي بس قلبه طيب، يفرشوا لهم البحر طحين، ما بعرف. هيدي كنا مثل قلبه قديم طيب بيقدر اي شخص مظبوط، ينضجه. وخاصة من أفراد عائلته، يعني هذا الشيء راح يتقبله، ما راح يقول لهم لا لأفراد عائلته، ممكن يقول للغريب لا، بس لأفراد عائلته بالخجل اللي كنت عم تحكي فيه هلا هذا. فأنا بقول لهم حذر، لو الأهل ممكن يكون في نصب بهذا الموضوع، ينتبه. مولود العذراء عندك بعض الاوراق عليك انك تمضيها، اجلتها كثير، ولكن مثل دعوه وانذار، بس انت ما تهتم بهالدعوه لانه هذه الدعوه كلها مأجله، والانذارات اللي عم تجيك ما تهتم فيها، اخر همك بس تيقظ للموضوع وعمل يعني الخطوات الجايه، كيف تكون انت مستعد لها انك تخلص من هذه المشكله، من مشاكل قانونيه عم بتعرض لها. وهو الحق معه دائما مولود العذراء، مش دائما هو الحق معه، بس هالفتره الحق معه بهذا الموضوع، ف يتيقظ للخطوه الجايه، لانه الثاني عم كمان كانه عم يعمل عليك شويه احتيال. مولود الميزان في بعض الامور المعلقه بالشغل عم بيحاول كمان يخلصها ويغير مسار حياته العمليه، بقول له هالاسبوع منه ظابط لإله، فيمكن بالبيت بيكون افضل يقعد ويسلي حاله بالبيت، يحضر افلام، يحضر شيء، يفكر شو بده يعمل، بس ما يروح بدل ما يكحلها تعميها بالشغل يعني. فخليك هلا بامور واجل كل شيء انت حابب تعمله. بالنسبة لمولود العقرب بده يوصل للقمة، عم بحاول بكل جرأته بكل خطواته انه يوصل للقمة اللي هو بده اياها، او للهدف اللي بده اياه، يسابر على هالموضوع، لانه بالنهاية رح يوصل. اللي بيفشخ فشخته صح، وبقدر اقول له لمولود العقرب انت ثقتك بنفسك كبير، واثق الخطوة دي يمشي ملكا، فانت هالاسبوع ملك، للجاي الايام اللي جاي ان شاء الله حتثبت وجودك وحتوصل للكلمة اللي انت بدك اياها، او الهدف فينا نقول. مولود القوس ما تتسرع بكل كلمة تقولها هلا، ما تتسرع بعصبيتك، ما تتسرع بكل واحد بيقول لك شغلة تروح تطلع فيها، لأنه مش كل اللي حواليك أصحاب، أكتريتهم أعداء وعم بيحاولوا يوقعوك بالخطأ أكتر ما أنت واقع، فحاول تطلع من هالأخطاء وما تعمل مشاكل خاصة مع الشريك. الجدي اللي ناطر هلا لتزني واقف عشوار، مزعوج كتير، وفي حدا بده يزته بالمهوار، ما بعرف في هالأسبوع يوم كل النصابين كل واحد بده يزته ما بعرف وين، والثالث ما بعرف شو بده يطلع، واحد بده يذهب بالمهوار، والثاني بتغير جو والاخر بده شوي، يطلع على القمه. بتغير شوي احسن ف من الزهق. ايه هلا اذا كلهم يكونوا نفس الشيء، واحد بفكر بالقمه، واحد بواقف على بعدين تهزني هيك واقف قاعدين بالبيت يعني شوية اكشن، شويه اكشن، هو كله اكشن باكشن كله اكشن، يعني، احنا من كل غير ما شيء نقول لهم شيء عم بيعيشوا، بس هن لولا فسحه الامل لذاك العيش، طبعا عم بيسمعوا كلمه يمكن. دايما اللبناني عنده امل. على فكرة بس في شغلة لينا، يمكن هلا من توقع انا بكون مش مفكر بشيء بهالشغلة، ممكن من هالتوقع يكون يرجع يفكر بالشغلة اللي انا عم بقول له اياها، يوصل لشيء هو يمكن ضايع عنه او ما عم بيفكر فيه او الوقت عم بيروح منه. فالتوقعات تلفت اوقات الانظار
الشخص انه ليفكر بشيء هو كان غافل عنه، مش ضروري انه هلا يصير التوقع لازم يصير، هو يصير يحركه، عرفت كيف ليصير هذا التوقع اللي احنا عم نحكي له اياه. نعم. فمولود الجدي كمان في عزائم ولائم مع انه هذه الفتره، بس العزيمه لاهل البيت ان شاء الله فرحه بدها تتم عندك، امورك ميسره ان شاء الله، ما في ازعاجات، ما شايف اي ازعاجات، او حما يحاولوا يزعجوك ما في اي ازعاجات ابدا ابدا. بالنسبه ما حكينا يمكن مولود الكوس قطعناه، ما لا، هيك قلناه، ما قلنا هيك قوس الدلو صرنا آخر برجين، هلا في عنا الدلو بعد عنا بعد الدلو والحوت بس. الدلو عندك كشف وراء سر نطرته من زمان بدك تكشف هسه او تكتشف هذا السر، فجاي لعندك على طبق من الماس مش على طبق من ذهب، فحتكتشف هذا السر ان شاء الله اللي نطرته طويلا، وهذا بخصك وبخص حدا شريك حياتك او ما بعرف شو مخبي عليك شريك الحياة. فحاول اذا انت هلا مش منتبه لهالموضوع مخبي عليك شيء، فحاول تسعى انك تعرف شو في مخبي ورا، لانه احساسك بمحله، بس فتش شوي بجزدانه بتيابه، خاصة عند الرجل الدلو، فتشوا عند رجل الدلو بكون تلاقوا السر اللي انتو حاسين فيه بس مش ملموس بايدكم. اما مولود الحوت اللي هو دايما مسيطر على الابراج كلها وعم يبحر بالحيتان، وهذا وقتك انك تبحر اكثر واكثر، بس هيدي الفتره مزعوج شوي لانه في حاله مرضيه بالعائله زعجتك، حسدوه لمولود الحوت، ففي حدا مريض بالعائله عم بيحاول يقوم فيه لوحده وكاتبين الحمل عليه. بتحمل انت حوت وبتحمل ما شاء الله عليك، مازال الحوت حمل النبي يونس ببطنه قديش كم سنة، فأنت بتحمل كم يوم هذا الشخص العزيز على قلبك، وإن شاء الله أمورك من بعدها بيجي الخير لإلك، خاصة بيوم الجمعة في اتصال حلو لمولود الحوت يعني ان شاء الله خلال شهر تموز هيك تبلش تتلحلح بكل إن النواحي شاء الله. ونقول اشياء حلوه كتير. شكرا جمانة، شكرا شكرا لك الاشخاص اللي تابعونا. ترجمة